ولا استهبل انت تقعد تطير له جورنال. بص بقى دول انا زهقان اخر زهقانه بقى يا عم، ما تيجي نلعب اي لعبه يا دول، احنا مش اصحاب يا دول. يا تلعب ايه يا دول، انت عيل صغير يالا. ايوه دول بقى من اللعب اللي هي بتتلعب على القهاوي دي بقى. يا ابني اللعب اللي على القهاوي نوعين، نوع بيعتمد على الحظ ونوع على الذكاء. لا يا دول انت عارفني ماليش في الحظ. يا سلام حوش. يعني انت طبعا بقى ليك في الذكاء. طيب اي كلام جاي فيه وخلاص يا ابني. ماشي انا هفرجك. حته يا باشا عايزين واحد شطرنج لو سمحت. حاضر يا زعلت. حته خليهم اتنين والنبي. هو واحد شطرنج نلعب بيه انا وانت يا ابني؟ بتوفر يعني. بوفر. ايه ده معقول الاستاذ سلطان صليت السلاطين؟ ايه يا دولا كم السلاطينيات اللي انت بتقولها دي، انت جعان يا عم ولا ايه؟ بس يلا ولا خليك قاعد مكانك، اوعى تتحرك على مجيلك. حاضر يا دولا. مساء الخير. اهلا وسهلا. الاستاذ سلطان صليت السلاطين حضرتك رئيس اتحاد كليه العلوم جامعه عين شمس. انت عارفني طبعا يا فندم، عارفك وهل يخفى القمر. اتفضل يا فندم اتفضل. حضرتك يعني انا متابع حضرتك من ايام الجامعه يعني، وخاصه نشاط حضرتك في انشاء اللي هو الجمعيه اللي حضرتك كنت عاملها يعني لما كنت رئيس اتحاد الطلبه، كنت حضرتك عامل نشاط جامد جدا اسمه ايه اللي هو ايه اسره العنكبوت. اسره العنكبوت. ايوه يا فندم. ده انت عارف كل حاجه كويس قوي. الله، يبقى انت اكيد كنت عضو في الاسره دي. لا حضرتك انا كنت عضو في اسره تانية اللي هي بتاعت نطاط الحيط حضرتك يعني، بس برغم ان انا ما كنتش يعني منتسب للجامعه يعني كليه علوم انا بعيد عنها اصلا يعني، بس كنت حضرتك بحب النشاط قوي يعني. يا ده انت رجعتني كتير قوي يا حضرتك. عادل سعيد. اهلا. انت بقى كنت عضو في فريق الجواله حضرتك. بص انا بحب التجوال جدا يعني، طول عمري بحب التجوال، بس عارف كان بيبقى فيه صعوبه لان خيم وبننصب خيم وشيل خشب وشيل الخيم، يعني انا ظهري ما كانش يستحمل يعني. يبقى كنت عضو في الكشافه. لا عارف الكشافه بتاع، عارف تحس انها بتاعت عيال صغيره وصفافير وبتاع بني كده، لا ما حبيتش يعني. الله، امال كنت عضو في ايه ايام الجامعه؟ انا كنت عضو في اسره اللي ملوش لازمه يعني. ملوش لازمه؟ حضرتك كان اي حاجه ملهاش لازمه كنا بنجمعها، وانا كنت منضم للاسره عشان انا برضو ما كانش ليا لازمه ايام الجامعه يعني. وازاي قادر تعيش وانت مالكش لازمه؟ الله، فين احساسك بذاتك؟ فين احساسك بوجودك؟ الله الله، اهو كلام حضرتك ده هو اللي كان بيخليني احب الاسر اللي انت بتعملها والكلام الضخم اللي انت بتقوله ده والله. لا يا عادل، انت لازم تمارس عمل عام، عمل تطوعي، عمل اهلي. لا اهلي بقى بالنسبه لاهلي يعني حضرتك، انا جميعهم كلهم عندي في البيت، ههتم بيهم ايه اكتر من كده يعني. لا يا عادل، انا قصدي العمل الاجتماعي يعني. انا مثلا وانا جاي هنا وانا داخل على الشارع العربيه وقاعد في حفره، الاكس بتاع العجله القدامانيه اتكسر، اقعد ساكت؟ ابدا، نزلت وردمت الحفره. معقوله حضرتك بالسلطنة اللي انت فيها دي كلها وبالبدلة والكرافتة وتنزل بإيدك تردم الحفرة؟ معقولة؟ مش بس كده، قررت اني أأسس جمعية خيرية لمكافحة المطبات وسميتها لا للمطبات عشان أقضي على الحفر وحافظ على السيارات. الله أكبر الله أكبر، جمعية لا للمطبات حضرتك. طب يا ريت بقى تخليني أنضم للجمعية إن شاء الله بنفرين، أنا عايز أشارك في أي عمل، عايز أحس إن أنا ليا قيمة فعلا يعني. ليكن شعارنا العمل التطوعي خير من العمل الغير تطوعي. الله أكبر حضرتك، أنا معاك في الجمعية، أخش معاك بنفرين. لعلمك بقى أنا حافظ كل المطبات اللي في المنطقة. هايل، كده هنردم كل الحفر اللي في المنطقة. حضرتك يعني مش هينفع كل الحفر، لأن في حفر بتعتبر علامات في المنطقة يعني. أنا ليا واحد صاحبي مثلا معلم بيته بحفرة قدام البيت. علامات إيه؟ هي حفر فسفورية؟ إحنا لازم نردم كل الحفر. هردمها يعني هردمها. حضرتك من غير ما تنرفز نفسك يعني، أنا معاك حضرتك، أنا عندي عربية برضو خايف عليها يعني. كده يبقى اتفقنا، نبدأ الخطة. نبدأ الخطة يا فندم حضرتك. شوف بقى. أيوة سيدي، إحنا هنبدأ من أول المنطقة اللي قدام القهوة. لا مش قادر أستنى أكتر من كده. دولا
دولة عايز ايه؟ عايز ايه؟ دولة عايز ايه؟ انا مش قايل لك اقعد تهب بلعب بالشطرنج؟ ايوه دولة، مع حتة نزل الشطرنج وما جابش الزهر يا دولة. عايز ايه دولة؟ انا دلوقتي عايز اروح الحمام يا دولة ومش قادر. طب ما تروح الحمام يا ابني، انا حوشتك. ايوه دولة، مش انت قلت لي ما تتحركش يا رمزي من مكانك؟ خلاص يا رمزي اتحرك وروح للحمام، بس تقف قدام باب الحمام ما تدخلش لما اقول لك. ها حاضر يا دولة، بس قول بسرعه دولة. ماشي ادخل. شكرا دولة. حضرتك في بقى مطبين في اول الشارع. شوف يا عادل، حط في اعتبارك يا حبيبي ان اللي في بالك ده انا رافضاه تماما وبتاتا. يا رانيا يا حبيبتي، ده اسمه عمل تطوعي. حبيبي تطوعك انت مش تطوعي انا. يا حبيبتي انا وانتي تطوعنا واحد، يعني في الطوب والحفر نيفر. مش في الطوب والحفر، في الردم، يعني احنا هنردم الحفر المحفوره بالفعل. اوكي يا عاد، خليني ماشيه وراك لحد الاخر. يعني يا مفتري، احنا نجيب الحفارين يحفروا بقى ويشيلوا التراب ويتعبوا يا عيني الغلابه، واحنا بكل بساطه كده نيجي نقوم رادمين على اللي حفروه؟ ايه ده ايه ده، دول مش حفارين يا ماما، دول مؤذيين. دول ناس بتحفر لاسباب الله اعلم هي ايه يعني، وبيسيبوا الحفر مفروض ان احنا ما نسيبهاش بقى، مفروض نردمها. اوكي كلامك جميل جدا جدا يا عادل، بس انا بقى بصراحه ما عنديش وقت فراغ ان انا اضيعه في الحفر والتراب والحاجات الفاضيه دي. يا سلام، امال عندك وقت فراغ تقعدي قدام المرايه وتقطعي في شعرك بالفرشه؟ عادل قلت كلمتي وواضحة زي الشمس، أنا مش هتطوع يعني مش هتطوع. إيه يا ولاد؟ أنتوا صوتكم عالي كده ليه؟ يا مامي عادل عايزني اعمل حاجه غصب عني، عايزني اتطوع في الجمعيه دي بتاعه الحفر والمطبات بالعافيه. يوه، حكايه الحفر والمطبات اللي انت فالقنا بيها من الصبح. بصي انا مش فالقكم ولا حاجه، المساله بسيطه جدا، دي جمعيه اسمها جمعيه اوعى الفحت، ودي مهمه جدا يا اخوانا، ده عمل تطوعي. بس انا بقى عندي اصرار عميق من معميق الداخليه ان انا مش هتطوع. لعلمك بقى يا رانيا، انا جوازي منك اصلا كان عمل تطوعي. شفت عينيه والنظره الفظيعه اللي كلها استنكار واستفزاز. على فكره يا جماعه، انا سمعت كلامكم كله من جوه ومش هرد. ليه يا ماما ما ترديش يا ماما؟ ده انا ما بصدق حمايه. يا ماما دفع عني يا ماما. يا جماعه حرام عليكم حرام عليكم، خليكم مع عادل، خليكم معاه في محنته. محنتي بس يا ماما اللي انت بتقولي عليها؟ معقوله يا عادل هتسيب شغلك وتردم الحفر؟ يا ماما ده عمل تطوعي، وعلى رأي الأستاذ سلطان السلاطين قال إن العمل التطوعي خيرا من العمل الغير تطوعي، ودي معروفة طبعا. يا رمزي، ولا رمزي دولة. أنا أيوة دولة، معلش يا دولة، كنت بجهز بس الشغل بتاع النهاردة علشان الوردية يا دولة. يا سلام، بجد يا رمزي ما كنتش متخيل أبدا إن أنت الوحيد اللي من عيلتي اللي تقف معايا في العمل التطوعي ده. ربنا يخليك يا رب. بيتك يعني بنصلح من ناحية وأنت بتبوظ من ناحية، شيلها يالا. ماشي والله مش قصدي دولة. هو أنت عمرك كان قصدك أي حاجة؟ دولة بقول لك يا دولة، في حاجة كده هون يعني مشكشكاني، حاجة صغيرة أقولها لك. مشكشكاك؟ قول يا سيدي قول. دولة هو يعني إيه عمل تطلعي؟ بص يا رمزي، دي حاجة بتبقى عايزة فهم يا ابني، أنت ما تشغلش دماغك بالحاجات دي عشان ما تتعبش يا رمزي. ليه يا دولة؟ وأنا مش بني آدم يا دولة. بص أنت كنت مشروع بني آدم، يعني كنت في طريقك عشان تبقى بني آدم، بس الفراغ شغلك يعني، فضليت طريقك وبقيت حاجة تانية شبه البني آدم بس حاجة تانية يعني. إيه دول إيه؟ مش إشكال تعرف. المهم خلينا بقى دلوقتي في الخريطة وتعالى نبص هنعمل إيه. بتبوظ المكتب؟ بتبوظ المكتب ولا؟ ركز معايا، إحنا الحمد لله في خلال يومين قدرنا نحفر 18 حفرة. حلوين الحمد لله دول. طب والحفرة دي يا دولة؟ والحفرة دي انزلك في الحفرة؟ انزلك فيها؟ انا اسف. الحفرة دي بالذات مش هينفع نردمها. ليه يا دولة بقى؟ عم بلف العجلات يا سيدي وقع فيها هو والعجلة ال 18 بتاعته. يا خسارة يا خسارة يا دولة، انا كنت بحب قوي اجر العجلة دي. لا بس ما تقلقش، انقذوا العجلة الحمد لله، لكن لغاية دلوقتي الثلاث ايام مش عارفين ينقذوا عم بلف العجلات دي. يعني افهم من كده هون يا دولة ان عم بلف مات؟
هو ما ماتش، هو لسه بيتنفس يعني الحمد لله، بس مش عارفين ينقذوه. اتريني يا دول، اتريني وانا رايح جاي كده اهو، ملاقي بقى مرات عم بلفل عجلاتي وعياله الزغنططين قاعدين على الحفرة عمالين يعيطوا. مش بقول لك يا ابني، مأساة مأساة، الواحد والله ما عارف يعمل لهم ايه بجد يعني. صعبانين عليا بس مش عارف اعمل ايه. دول بصراحة يعني الواحد يعني صعبوا على الواحد قوي قوي كده اهو، في عز الليل وفي عز البرد كده اهو. بقول لك يا دولا، انا عندي راي يعني، احنا نردم على عم بلف العجلاتي ونخلص بقى، علشان هم يعرفوا ان هو مات ويروحوا ويستريحوا ويريحوا. روحوا ويستريحوا طب ما ايه رايك نرميهم هم كمان في الحفره، واخد بالك، عشان ما يحسش هو الراجل بغربه يعني، ويتكلوا على الله مع بعضهم ونردم عليهم. صح يا دولا، صح يا رجل. اي كلام اي كلام بتكلم فيه خلاص. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا استاذ سلطان؟ اهلا يا عبد، منور. اتفضل اتفضل اتفضل. ها طمني، ايه الاخبار؟ زي ما حضرتك شايف الحمد لله، يعني قمنا بجزء كبير قوي من الردم. عال عال، وريني كده الحفره دي ما تردمتش ليه؟ لا حضرتك، بالنسبه للحفره دي مش هنقدر نردمها، لان الاوتوبيس بتاع مدرسه ياسمين وقع فيها وكان فيها النظره، فاحنا مستنيين نطلع النظره. مقتوله. مفيش وقت يا حبيبي، احنا عايزين ننجز. ايوه ما احنا هننجز، بس احنا عندنا مشكله تانية بقى خالص دلوقتي. المواد بتاعه الردم اللي هي الطوب والزلط والاسمنت والرمل والحاجات دي نقصت. التطوع هو الحل، زي ما حلينا مشكله العماله بالمتطوعين، برضو نقول للناس والجيران يساعدونا، اللي في المنطقه اللي عنده رمل اللي عنده ردم، اي حاجه تساعد. ايوه صح صح، انا عندي زباله هتبرع بيها. حضرتك معاك بقى كشف كامل باسماء كل الناس اللي عايزين يتطوعوا معانا في العمل التطوعي بتاع ردم كل الفحت ده. كويس قوي قوي قوي. ده الاسماء يا استاذ رمزي. حاضر. الاستاذ علي مرمى. مرمى مرمى يا رمى مرمى. الاستاذ علي مرمى. شوف يا علي، انت هتردم الحفره اللي قدام محل العصير. ايوه حظك حلو يا عم علي، قدام محل العصير، يعني عطشت تخش تشرب ميه ببلاش. انت عارف ده عمل تطوعي ما فيهوش اي مقابل مادي خالص. تكرع الله. اللي بعده. عبده زلطه. عبده زلطه عايزه يخير الموقع بتاعه ويردم الحفر اللي في اول الهرم. بس مش هينفع زلطه بالذات يغير موقعه، انت عارف دماغه ناشفه، لو قلنا له غير موقعك ممكن يقفش معانا. استاذ عادل، استاذ عادل الحق. في ايه يا حته؟ الولا سوسته اللي شغال صبع عند فوزي كبالي بتعفش العربيات جاي على هنا جري. طب ما يجي، يمكن عايز يتطوع معانا ولا حاجه. برافو عليه، ماشي خليه يجي. لما احب اكلم حد في جمعيه اوعى الفحت اكلم مين؟ مين؟ انا. ايه ده؟ ايه انت دي معقوله يعني حضرتك؟ ما انا قاعد جنبك. ايوه انا المتحدث الرسمي لجمعيه اوعى الفحت. ايوه بس حضرتك دي منطقتي وانا حافظ كل الناس اللي فيها. معلش يا عادل، انا اعرف اتفاهم مع الاشكال دي. نعم عندك ايه؟ دي رسالة من نص فوزي كبالي للعفشاجي بيبلغكم فيها ان انتوا لو ما بطلتوش ردم في الحفر والفحت هيعلن الحرب عليكم. انت جاي تهددني هنا؟ متهيألي لو حضرتك هديت شوية يبقى افضل، عشان بيقولك هنعلن الحرب. ايه انت هتخاف ومعاك سلطان صليت السلاطيني؟ ايوة صح حضرتك فكرتني. هات الرسالة دي يالا. في سيف معاك او مثلا مطوه او كل دول؟ لا يلا، دي بص دي مش حاميه يلا، هو بص بالطريقه العاديه جدا. انكم تحرقون اغصان الزيتون يا جزم. فكره هتندم على الحركه دي. يلا رجال يلا يلا يا، بدل ما رجعك تتنطط زي السوسته على الورشه بتاعتك. بقول لك ايه يا استاذ سلطان، انت متاكد من نفسك قوي؟ طبعا. يلا رجال يلا يلا. بيتك ما بتسطرش ابدا في حاجه، كله ينزل هنا رجاله متشكرين قوي، انا اوريهم ازاي يتحدوا المعلم عادل. حرام عليك يا عادل، حرام عليك يا عادل، عوده اللي قلبت لي البيت انقاض. لا معلش يا رانيا، لازم نستحمل شويه، لازم اكمل التحدي. يا راجل حرام عليك بقى، تحدي ولا كلام فاضي بقى، بلا قله ادب بقى، حرام عليك. رانيا اعمل لنا شاي بدل البرطمه دي يا رانيا والنبي. خفش خفش ولا رمزي. ادور. بقول لك ايه؟ ادور. في كام حفره لسه ما تردمتش؟
يا دول احنا كل ما نردم حفرة دول يجي لست فوزي كبالن ده يقوم فحرها تاني. يا دول انا مش عارفه بيعمل ليه كده. مش عارف بيعمل ليه كده فوزي كبالن، نفسه ان كل الكبالن بتاعت العربيات تبوظ يا استاذ عشان هو يصلحها. ايوه يا دول بس كده يا عم الردم بتاعنا قرب يخلص ولسه في حفر كتير قوي. مش اشكال، هنتصرف هنجيب ردم من اي حته